السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نتكلم النهاردة عن ندرة الموارد. ده عنوان بتلاقيه في أغلب كتب الاقتصاد، في أغلب الكتب اللي ممكن تتكلم في مواضيع كتيرة اجتماعية سياسية. ندرة الموارد، هل إحنا عندنا مشكلة في ندرة الموارد؟ يعني أغلب الكتب اللي قريتها إن لم يكن كلها بتقول نفس الكلام، إن إحنا عندنا مشكلة في ندرة الموارد المائية، في الطاقة، في السكان، في المكان المتاح للسكن. الكلام كتير قوي، وهتلاقي الكلام ده برضه في التلفزيون وفي الجرايد وفي الكتب، يعني عليه شبه اجماع. فهل الكلام ده حقيقي؟ هنشوف ان شاء الله الكلام ده مع بعض. لو نيجي نبص كده على المشاكل الموجودة، نلاقي ان كلها مشاكل غير حقيقية. بمعنى هنبدأ نشوف مع بعض، بس هنقرأ ايه الأول. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وما للظالمين من أنصار. سورة البقرة. لو واحد فعلا اقتنع بان في ندرة في الموارد، هتلاقي ان هو بيتنافس مع الاخرين، وممكن يلجأ لتنافس غير شريف، لان هو ايه، اصبح الموضوع صراع البقاء او ضمان البقاء. فهتلاقي ان هو بيبذل كل جهده وكأنه هيموت، كأنه لو ما خدش الحاجة دي هيموت. كأن ابسط لك الموضوع، احنا عايزين نبسط الموضوع جامد جدا وما نحاولش نخش في مصطلحات صعبة. لو انا جبت 10 فرخات وحطيتهم في مزرعه كبيره، هتلاقيهم ماشيين مع بعض كويس. لو انا حطيتهم في قفص صغير واديتهم اكل قليل، هتلاقيهم بيتخانقوا مع بعض. لو انا حطيتهم في عشه كبيره بس اقنعتهم، اقنعت الفراخ، جبت لهم بقى القنوات بتاعتنا ديت وليل نهار، ده في ازمه، ده في كذا، ده في كذا، ده الاكل هيقل بكره، هتلاقي كله بيتخانق وكله بيدور على الاكل عشان يحوشه عنده في الثلاجه. تمام، ده الفراخ. نفس الموضوع بيحصل ساعات، ما بقاش في اصلا ازمه، بس اللي حصل ايه، ان الاعلام بكره هيحصل كذا، بكره هيحصل كذا، فكله جري على السوبر ماركت، خد اللي الموجود كله وحطه في الثلاجه حتى لو هيبوظ. المهم ان هو يضمن اكل ليه ولاولاده. تمام. طيب لما نيجي نبص على الازمات، اكبر ازمات اللي هي الموجوده، زي مشكله الطاقه ومشكله الميه ومشكله الاماكن المتاحه ان احنا نسكن فيها. هو ربنا خلقنا، تمام، وادانا فوق اللي احنا عايزينه. يعني بكرم ربنا ما ادناش الحاجات بس اللي احنا محتاجينها، لا ده ادانا بزياده، ففي وفره، عكس ما يقولك ان في ازمه. لا، ان شاء الله نشوف ان مفيش ازمه. ويكفي ان احنا نقرا من سوره المائده، وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف شاء وليزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا والقينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله. طيب احنا دلوقتي لما نيجي نبص على مشكله زي مشكله الطاقه، نلاقي ان ربنا سبحانه وتعالى بيرسل لينا يوميا طاقه تكفينا كذا شهر قدام يوميا، وتاني يوم يبعت لك قدها كتير، واليوم اللي بعديه يبعت لك برضه يكفيك كذا شهر قدام. اللي هي تمثل في ايه؟ في الطاقه الشمسيه، ده جزء واحد من الطاقه. عندك طاقه الرياح، ربنا بيرسل الرياح دي تولد لك الطاقه اللي انت عايزها بكتير. يعني عندك طاقه الشمس، الطاقه اللي بتوصل من الشمس للارض تكفي ان هي تنور المدن كلها كذا شهر قدام، بس احنا ما بنستغلهاش. بينما الاحصائيات بتقول ان ممكن دوله زي مصر بس تصدر كهرباء لاوروبا كلها، ان هي تحط اجهزه تولد طاقه من الشمس في الصحراء. يعني مش هقول لك هنهد بيوت ونعمل في الصحراء الغربيه، تكفي ان انت تصدر كهرباء لاوروبا كلها. تمام. فده مشكله الطاقه، مفيش مشكله في الطاقه لو احنا استغلناها صح، لو احنا تعاوننا مع بعض، لو احنا ما عدناش نركز في موضوع البترول، لا قعدنا ندور على حلول موجوده. مش بقول لك هنخترع حلول جديده، لا، انت ممكن الطاقه الشمسيه، الطاقه الرياح، الطاقه
الحاجات اللي مش اخترعناها ولا انا جبتها، لا هتلاقي الدكتور مصطفى محمود بيتكلم فيها من زمان، وهتلاقي الدول كتير بتشتغل بيها. المانيا رغم ان ما عندهاش شمس اللي عندنا، بس بتولد كهرباء هي وسويسرا كتير جدا من الطاقه الشمسيه. طب احنا ليه ما نعملش كده؟ عمالين نشتكي من الشمس، بينما الشمس طاقه شمسيه بتولد لك طاقه تنور القاهره واسكندريه وتنور الدول اللي حواليك كلها، تصدر كهرباء شمسيه. تمام؟ طاقه الرياح، السدود اللي ممكن تحطها على النهر، كل الحاجات دي موجودة جدا. طيب تعال نبص على المشكلة في المياه. يقول لك في مشكلة في المياه. طيب الكوكب بتاعنا اسمه الكوكب الأزرق. كوكب الأرض لما تشوفه من الفضاء بتحس إن هو كرة زرقاء من كتر المياه اللي فيه، لأن المياه بتمثل تقريبا في حدود 79%. تمام؟ حاجة و70% من مساحة الكرة الأرضية. طيب المياه العذبة قد ايه؟ 2%، واحنا ما بنستغلش ال 2% دي كلها، بالعكس بنسيء استخدامها. بمعنى طاقة مياه النيل بتيجي تعدي على القاهرة، تعدي على اسكندرية، ناخد جزء بسيط منها والباقي يترمي في البحر الأبيض. تمام؟ طيب 2%، طب ليه احنا ما نبصش ان احنا نعمل تحلية لمياه المحيط والبحر الأبيض والبحر الأحمر والبحار كلها؟ الموضوع حاليا في 2013 بدأ في بعض الاختراعات نفعت انها تقدر تعمل تحليه المياه بطريقه بسيطه جدا، حاجه في حجم الثلاجه، جهاز في حجم الثلاجه، وبيدي كميه مياه تكفي الشارع كله. فالحمد لله موضوع تحليه المياه بدأ يتحل. احنا مشكلتنا ان احنا بنصرف في المياه، يعني في طرق كتيره جدا ان احنا نوفر في المياه، بس للاسف احنا ما بنستغلهاش. فانت لما تيجي تبص كده زي ما احنا قلنا موضوع الطاقه، احنا عندنا طاقه الشمس تلغي اي مشكله في الطاقه، وطاقه الرياح تلغي اي مشكله في الطاقه، الميه هتلاقي برضو انها ما فيش اصلا في مشكله في الميه خالص. تمام؟ ان احنا اصلا لسه ما استغلناش، احنا عندنا طاقات كتيره جدا لسه ما استغلناش. نيجي ندخل على مشكله السكن، نلاقي مثلا مصر، والكلام اللي انا بقوله بينطبق على كل الدول، انا بس ببسط الموضوع، انما تاخد نفس الكلام ده تطبقه على ليبيا، السعوديه، لاي دوله اوروبيه، الدوله هتلاقي نفس الكلام. تلاقي ان احنا قاعدين على 2% وسايبين الباقي كلها. فاكر مسرحيه عادل امام؟ سايبين الشقه كلها وقاعدين في اوضه. تمام؟ هي نفس الفكره، احنا كلنا قاعدين في القاهره. طب ما بقيه المدن، بقيه الصحراء اللي عندنا، المكان ده كله، يقول لك اه لا استنى انت بتتكلم دلوقتي بقى الكلام مش منطقي، ما انا لازم اعمل بنيه تحتيه الاول عشان اسهل ان الناس تيجي تسكن فيها. اقول لك بسيطه، والموضوع ده اتكلمت فيه كذا مره قبل كده، والموضوع سهل وبسيط جدا. لما تيجي تبص انت محتاج ايه؟ محتاج توصل اسلاك كهرباء؟ لا يا عم مش عايز توصل اسلاك كهرباء، بالطاقه الشمسيه. يبقى انت كده خلصت من مشكله الكهرباء. تمام؟ توصيل المياه عندنا ابار جوفيه، وسهل جدا ان انت توصل ماسوره ميه، ما فيهاش اي مشكله خالص. يعني الموضوع ده الناس اللي دارسه ازاي تعمل مدينه من اول جديد، في طرق بتسهل بقى الموضوع، ولازم طبعا هترسم بس الطريق لهناك. ممكن تعمل مثلا مترو، ممكن تعمل اي حاجه تسهل ان الناس تتنقل من مدينه للمكان اللي في الشغل، ويكون افضل. ده الافضل بقى ان انت يبقى في المصانع او الاماكن بتاعت الشغل جنب الاماكن السكنيه في قلب المدينه الجديده اللي هتتعمل، بحيث ان انت ما تضطرش العامل ان هو يتنقل كل يوم. تمام؟ طيب يبقى سهل جدا ان انا اعمل مدينه الكهرباء زي ما قلنا. في طرق كتير جدا ان انا اعمل مدينه مقفوله، بحيث ان انا مش مضطر ان انا ادخل لها او اخرج لها حاجه، مدينه مكتفيه بذاتها. وده الموضوع ده اتطبق في الامارات بشكل كبير جدا. تمام؟ في كذا مدينه اتعملت بطريقه سهله جدا، تكلفتها مش مهوله، قريبه من المدينه العاديه، في نفس الوقت الصرف الصحي بيتم الاستفاده منه في نفس بطرق بسيطه جدا، ما اضطرش ان انا اوديها اماكن بعيده. الميه بقدر برضه اوفرها بطريقه كويسه جدا، الطاقه بوفرها بطريقه سهله جدا، فبعمل مدينه مكتفيه بذاتها. تمام؟ طيب دي مشكله موضوع السكن. هتلاقي كل برضه المشاكل مش مشكله ندره موارد، الموارد الحمد لله موجوده كتير، بس مشكله سوء استخدام في الموارد. فهو ان شاء الله لو حطينا بس ايدينا في ايد بعض وعرفنا ان احنا مش هننجو
من المشاكل، غير لو ايدينا في ايد بعض وقلوبنا في ايد بعض وكلنا بقينا واحد ومصلحتنا هي واحدة ومصلحة الوطن فوق أي مصلحة شخصية، هتلاقي الموضوع سهل وبسيط جدا. من ضمن الحاجات الطريفة اللي أحب أشاركه بيها، السنة دي بعض العلماء قالت لك إحنا ممكن نعمل إعادة تكوين أو استنساخ، بلاش كلمة استنساخ دي على أساس لها معنى، دخلنا في حاجة تانية. إن هو بيعمل إيه؟ بيجيب الخلايا مثلا بتاعة الجلد، بدل ما يربي حيوان عشان ياخد الجلد بتاعه وبعد كده يذبحه عشان ياخد الجلد، لا ده بياخد الخلايا بتاعة الجلد دي ويكررها تاني. الخلايا ملوش دعوة بالروح، ملوش دعوة بحاجة خالص، هو بياخد الخلايا ويكررها، مش بيعملها من اول وجديد. هو كان في عنده مكنه نسخ، مكنه كوبي، وبيحط الخلايا فيها وبيكررها، بحيث ان هو بدل ما يعمل يقتل الحيوان، لا هو الحاجه دي تتكرر عنده. نفس الموضوع ده نظريا ينفع يتعمل في اللحوم، بس هم قالوا طبقها الاول في الجلود، تمام، وزعت في مؤتمر تيد، وانا شفت الجلود ديت ما تفرقش حاجه عن الجلود الحقيقيه. فدي برضه هتوفر لنا كتير من ناحية إن ممكن تعمل استنساخ للجلود واستنساخ للحوم، بحيث إن ما يحصلش أزمة. إن شاء الله يعني نسأل الله إن هو يخلي بس قلوبنا تتوحد في مصلحة البلاد والعباد. أخوكم عمر سليم.